انتقدت بشار الأسد ووصفت زوجته بالوقحة. ما قصة الفنانة السورية المعارضة يارا صبري؟ وكيف عاقبها النظام السوري؟ من أوائل الفنانين الذين عارضوا بشار الأسد، حاول النظام أن يردعها لكنها رفضت وتمسكت بمبدأ سوريا دون الأسد لتدفع الثمن غاليا. فما قصة الفنانة السورية يارا صبري؟ في العام 1971 ولدت يارا صبري في العاصمة دمشق، تنتمي لعائلة فنية، فوالدها الفنان والمخرج سليم صبري، ووالدتها الفنانة ثناء دبسي، وزوجها الفنان ماهر صليبي. كانت بداية يارا الفنية في العام 1989 عندما شاركت في مسلسل شجرة النارنج الذي أخرجه والدها، ثم توالت عليها بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية حتى تمكنت يارا من الحصول على دور البطولة المطلقة والانضمام كذلك إلى نقابة الفنانين السوريين في العام 1998. جاءت الاحتجاجات السورية التي كان لها تأثير كبير على حياتها التي تحولت تماماً بعد إعلان يارا تأييدها لاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد، إذ كانت يارا من أوائل الفنانين المعارضين للنظام السوري، وكانت ضمن الموقعين على بيان طالب بإدخال المساعدات الغذائية إلى مدينة درعا المحاصرة. وبسبب تلك المواقف استدعى النظام السوري يارا وأجبرها على تصوير مقابلة تتبرأ فيها من البيان الذي وقعته وأن تتحدث بما تمليه عليها الأجهزة الأمنية، لكنها وعلى حد وصفها رفضت بشدة حيث خالفت التوقعات وتحدثت بعكس ما يريد النظام، لكن تم تهديدها وإنهاء المقابلة. وبدأت يارا تتعرض بعد ذلك لمضايقات أمنية وتهديدات بإنهاء حياتها، لذا اضطرت هي وزوجها للهجرة من سوريا إلى دولة الإمارات ثم الاستقرار في كندا مع أسرتها منذ العام 2015. وعلى الرغم من رحيلها عن سوريا إلا أن يارا لم تتوقف عن معارضتها النظام السوري، حيث أخذت تدافع عن المحتجزين من قبل النظام السوري من خلال تدشين صفحة على موقع فيسبوك تقوم فيه بنشر صور للمحتجزين لدى النظام، وتطالب المتابعين بإيفادها بمصيرهم. وتواصل يارا انتقاداتها للرئيس السوري من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق وانتقدت صورة متداولة للرئيس وعائلته وهم يأكلون، حيث قالت: إذ لم تستحي فافعل ما شئت. كما هاجمت زوجة الرئيس بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرا، حيث اعتبرت الفنانة السورية أن استغلال أسماء الأسد للصغيرة شام هو وقاحة. ودفعت يارا ثمن موقفها المعارض غاليا، وذلك من خلال ابتعادها عن عائلتها المؤيدة للنظام وكذلك وطنها، كما أنها تأثرت إنتاجيا بشدة على الرغم من انفتاحها، إلا أنها لم تظهر في أعمال فنية كثيرة. فترى هل ندمت يارا على موقفها؟ على الرغم من كل ذلك أكدت يارا على عدم ندمها على مواقفها ضد النظام، مشيرة إلى أنه لو عاد بها الزمن لاتخذت نفس الموقف.